ماذا بعد عراق ايدول؟ اكيد اعمال حلوه، شغل حلو، اشياء ترضى الناس وترضى نفسي اكيد. بس اريد اوضح فكره، يعني انا هوايدة اتساءل شو وقت تنزلين اغنيه، شو وقت تنزلين، شو وقت. والله الاغنيه اختيارها مو سهل، خاصه كشخصيتي اني دا تنعرض علي هواي اغاني، دا اسمع هواي قايدات، بس يراد لها صبر، يراد الاختيار صح. يعني لا خلينا نكون واقعيين، ايضا الاغنيه غاليه كلش، وانت استوج يعني طلعتي من البرنامج، يعني بعد ماكو سوق حفلات مفتوح قدامك، ماكو يعني مو بسهوله، مو هي الناس عبالها انه احنا خلاص منا طلعنا منا ثاني يوم حتنزل اغنيه او بعد اسبوع. شو حصلتي من البرنامج؟ حصلت محبه الناس. بكان اكو مكافاه ماديه؟ لا. ولا فلس؟ لا. زين شنو صار؟ يعني اكو ديل معين ويا القناه راح تسوين شيء وياهم لو بعد لحد هسه ماكو اي كلام؟ لا لحد الان ماكو شيء، اللي صار انه تواصلوا هم وياي، دزولي كم جايد بعد يحتاج هواي اسمع يلا، وبعد ما اعرف شنو اللي حاليا ما عندي اي شيء. انت هواي بالبرنامج غنيتي عربي، وتعرفين انت الجمهور العراقي شويه يعني عنده عنصريه بهذا الموضوع، يحبون يسمعون المطربه العراقيه تغني عراقي. لا انا ما غنيت هواي عربي. شلون غنيت ثلاث اغاني يمكن اصاله؟ اي بس خل اوضح لك. أني كنت أغني عراقي، أرجع أسبوع ثاني أغني عربي. يعني ما أغني بس عراقي، لأنه البرنامج ما كان يتابع فقط الشعب العراقي، كان يتابعونه وطن عربي. يعني أنا شخصياً كانوا يواصلوني من فلسطين، من الكويت، من الجزائر، من اليمن، من ليبيا، من مصر. يعني كانت تجيني مسجات خاصة على الانستغرام، فاتضح عندي أن البرنامج متابع أهم من الوطن العربي. زين، إضافة إلى أنه أني أحب أبين أنه أقدر أغني غير مو فقط عراقي، غير لون. يعني أنا أصلاً صراحة أحكي لك إياها، أول ما وعيت أنا أسمع عربي. أنا شو حسيت؟ حسيت تميلين أكثر للعربي؟ أنا أول ما وعيت ابني كانت تسمع عربي، بعدين دخلت أسمع عراقي. أي فشفت حلو أنه أنا ميزت نفسي بالعراقي وميزت نفسي بالعربي، ممكن بعد لغات ثانية دا أتعلم عليها. حلو. أي أول أغنية راح تنزلها راح تكون عربي لو عراقي؟ مستحيل، عراقي أكيد. عراقي.